عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله عندي في القناه ديالي. كيف دائما كنقول لكم هي قناه ديالكم قناه مملكه حسناء. نتمنى من الله يلقاكم هذه الليله ليله القدر، يعني هي العشر الاواخر كلها ليالي قدر، ولكن غير بالعرف ديالنا ان ليله 26 هي ليله القدر. الله يتقبل من الجميع، وما تنساوناش دائما، ما تنساوناش من الدعاء وما نساكمش من الدعاء. والله الله يرحم اموات المسلمين وامواتنا واموات المسلمين، والله يسر لينا ويسر ليكم، والله يصلح لنا وليداتنا ويصلح لكم وليداتكم. فهاد الليله العظيمه عند الله سبحانه وتعالى بغيت نشارك معكم واحد يعني واحد البركه ديال الاتاي اللي طلبتو مني، اللي كانت شكرتها الاخت مريم بركات الله يجازيها بخير. فهاد الليله العظيمه كنطلبوا من الله يسر الامور ديالها والله يسر لها المشروع ديالها ان شاء الله، والله يفرحها بوليداتها، لان صراحه ديك السيده الشكر قليل في حقها. هذا مكان انا كيف كتشوفوا انا وجدت الطبيله ديالي عادي براد الاتاي. عندي هنايا واحد شويه ديال الحليوات ديال العيد اللي كانوا طالب تاع شي ناس، المهم ديال المهم حليوه ديال العيد انا حبيت اني نصورها معكم ان شاء الله مع الاتاي. كيف قلت لكم ان شاء الله انا غنوريكم الطريقه ديال الاتاي اللي طلبتوا مني، ديال الاتاي الشعره اللي معتمد عند الناس ديال الصحراء اللي كيطيبوه بالمبارد وبالعلك وبالشعره. هانتوما كيف كتشوفوا انايا هاد البراد كبير ما غاديش نستعمل، لان حنا في الطاغين قلال غادي نحيدو، غنعمر معكم غير هاد البراد الصغير. عندي هنايا البراد هو ما فيهش الماء، عندي هنايا هاد البوطه الناس ديال الصحراء كيطيبوا فيها بزاف اتاي، انا جيبها كنطيب بها لضيفاني اتاي، ولكن للاسف اليوم سكت البوطه. وانا كيف قلت لكم دائما نحاول نخدمو باللي متوفر، يعني انا كنبغيت نتسنى البوطه ما غنصورش الفيديو اليوم. كيدير بهذه الطريقه كيكون في العماره عند الضيفان وكيخدموا بهذه الطريقه. ما توفرش عندي اليوم ما كتاب صراحه، بقى في الحال حيت ما مكتابش. عندي هنايا اتاي اللي عجب الناس اللي خداو من عندي، كيف كانوا عندي انواع ديال الاتاي اللي الحمد لله الناس خداو وعجبهم، لان اتاي ديال الشعره ونقي ما فيش لو. المهم الناس اللي شكاو ليا انه قالك ما فيش لمسخ ونقي، انا تعمدت ندير باكيه جديده. اما عندي في الكوزينه ذكية ديالتي، هانتوما كيف كتشوفو حنايا في الأصل ديالنا راه الأتاي كنديرو في العمارة مكنديروش في باكية، ولكن غير أنا بغيت نوريكم أتاي، بغيت نوري حتى الناس اللي شراو من عندي باش يعرفو كيفاش يخدمو. بالنسبة لهاد البراد الصغير أنا عندي فيه معلقة، هانتوما غير معلقه كافيه، هانتوما معلقه كافيه ديال الاتاي، لانه هو كيطيب في المبارد، ومي كيطيب في المبارد كيطلق وكيجي صراحه زوين. هذا مكان عندي هنايا السكر، وعندي السكر ما غاديش نديرو دابا حتى الاخر، وغندير هنايا عندي العلك. العلك هو هذا اللي خداو من عندي الناس، هو الصراحه خداو مع السمن ومع اتاي، هذا هو العلك اللي كتوريتكم في الحلقه ديال الاخت مريم بركات، هو هذا الشكل ديالو. الناس اللي كيسولوا الاصل ديال هذا العلك، هذا اصله من موريتانيا، لان الناس اللي جابوا ليا واللي تسوقوا ليا كنسولتهم مي كتجيبوه قال لي كنجيبوه من موريتانيا. انا كيف قلت لكم في الفيديو راه ما كيبغوش ليا الناس حاجه، كنحاول داك تقول لي بالطريقه، حيت هو ما خصوش يدار في البراد بحال هكا، حيت هو داير بحال الجليكوز. هانتوما دابا انا كو كيتلصق في يدي، الا درنا بحال هكا اول حاجه هادي بزاف على البراد، وثاني حاجه ما كتذوبش، ما كتذوبش دغيا. صافي انا هذا كندكو بهذه الطريقه، هانتوما غير راس المعلقه شتي، صافي وكنديروه في البراد حتى هو، وكنديروا الزعفران الحر حتى هو اللي خداوه الناس من عندي الحمد لله. هذا ديال تاليوين ناخذو في صغيبات قلال، هانتوما ماشي بزاف صافي. وكيف قلت لكم كندير الماء بارد، ما كنديروش الماء طيب، الماء بارد بهذه الطريقه. واحد المعلومه مهمه، البراد ملي كنديروا فيه هاد الاتاي بالطريقه ديال الصحراء، وما كنعمروش البراد حتى الفوق، كنديروا نص ساعه البراد باش كنخلو الاتاي فين يطيب وفين يتبخ، ومين كيطيب ويتبخ مزيان ان شاء الله غنكمل معكم السر لاخر. هانتوما كيف قلت لكم دابا انا درت لنا هنايا ودرت العلك ودرت شويه الزعفران الحر، صراحه تاسفت بزاف على ان البوطه ما خاويه، لان شحال هادي ما استعملتهاش، لان الصحراوه كيديروا الطريقه ديال الاتاي وكيخلوه حداهم وكيبقاو مجمعين
داويا الاغراض لك عافيك. بغيت زعما ندير معكم الطريقه، ولكن للاسف ما لقيتش البوطه، لان دابا راه المغرب والدروغري ساد، لان البوط العمارة ديال البوطه كتكون غير عند دروغريه. هذا الشيء اللي كاين، انا غادي على البوطه ديال الكوزينه وغادي نطيبو ان شاء الله ونتلاقى معكم. ها انتم كيف كتشوفوا، انا جيت الكوزينه، ها هي العافيه كتكون مهيله، شتو العافيه مهيله وكيطيب ان شاء الله تيطيب، وغنوريكم كتخليه كتسدوه وكتخليه وكتمشيو. ها انتم كيف كتشوفوا، هو النص على البراد كيف بغيت يطبخ بهذه الطريقه، كنعطوه بحال هذاك الشقه ديال الشعره، راه كيطيب هما كيصحراوه كيقول لك اتي خصو يطيب، ما خصش غير خوع ليه الماء ونحطوه، لا خاص هما كيقول لك اتي عندنا خصو يطيب. صراحه بهذه الطريقه راه كيجي لذيذ. شوفوا غير الكشكوشه، شوفوا اللون ديالها هانتوما. صافي في هذا الوقت انا اللي اتي طاب وعطيتو حقه باش طاب، شو هانتوما هما دواء اتي الناس ديال انتوما. واحد المرحله مهمه عندنا الصحراء، اش كيديروا حيت البراد راه درت فيه غير نص ساعه تاع الماء ياك، باش نكمل البراد كنزيدو نعمروه نكملوه بالماء بارد. هانتوما شتي، هانتوما كملتو بالماء بارد. علاش كيديروا هما الماء بارد؟ كيقول لك باش اتاي ما كيبقاش حامي، يعني كيبردو، وهذا هو الطريقه الصحيحه اللي كيعمروا بها الناس ديال الصحراء اتاي، وكيجي لذيذ. انا غنمشي للصالون وغادي ندير السكر وغنكمل معكم ان شاء الله. ايوا ان شاء الله. دابا شفت اتاي ديالي من الكوزينه، اللي صراحه كنت بغيت نعمر لكم هذه البوطه ولكن ما سهلش الله. ان شاء الله المره اخرى كندير السكر ديال القالب، المهم كل واحد والحلاوه اللي كيبغي. صافي، ايوا كيف قلت لكم، انا راه كنت اليوم كنت في المسجد وجيت من بعد ما نعسوا البنات، راك عارفين غدا قارين خصهم شي سهروا بزاف، قلت نعمر كويزيتي، قلت نشاركوا معكم، لان صراحه كانوا عندي بزاف ديال القرارات عليك اللي غادي نشاركوا معكم. وانايا نعمر كويزيتي لراسي مرضبين، باش كيف قلت لكم اتاي راه كانت المجاف هنايا، اتاي كيتخوى بهذه الطريقه. هذا علاش مدهول لنا ديال الصحراء وتي اتاي، هذه هي الطريقه الصحيحه ديال اتاي ديال الصحراء باش تكون ديك الرزه اتاي. كيف شفتوا كتخوي اتاي وكيرجعوا هاد، كيشوفوا اللون ديال اتاي راه ديال اللون ديال الزعفران بهذه الطريقه، كيبقاو بهذه الطريقه مستمرين جوج المرات حتى ثلاثه، وداك اتاي كيطلق وكيطلق الرزه ديالو، كيجي الصراحه كيجي رائع وكيجي لذيذ. وطبيعة الحال مع هاد الحليوات مع هاد ديال العظيمه عند الله، كنتمنى والله تشاركونا معكم الدعاء ديالكم، وبغينا محتاجين الدعاء، وتا وتا حنا ان شاء الله ندعو معكم. هانتوما هذا هو كيقولوا نتيو اتاي، هذه هي الطريقه اللي كيتيو بها اتاي، صراحه كيجي جديد وكنقولوا حنا كينسجم مع راس مع بعضياتو. دابا انايا ما قطعتش الفيديو، بغيتكم تشوفوا كي غادي يولي، كيف غادي يولي اتاي ان شاء الله من بعد ما بقيت كنقلب فيه. صراحه اتاي كيجي لذيذ بهذه الطريقه، واش غادي نقول لكم، هذوك الناس اللي مساكن مزروبين ولا هذا، راه حنا لا اما كنجيو حنا كنديرو اتاي ديال الزربه، راه ماشي ما كنديروش غير مره انسان كيبغي يتهلا في راسو كيدير شي بريكه بحقها، وبحال البريكه ديال الوجوه اللي الصراحه اللي شرفاتني في القناه ديالي، والناس الوجوه اللي دعات معايا واللي سولت فيا. انا كنهديكم هاد الليله العظيمه عند الله، كنهديكم هاد البريكه ديال اتاي وهاد الحليوات اللي قلال حقكم. والناس اللي قالوا لي في اوروبا غنجيو نجيو عندك، والله الا كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. والناس اللي قالوا لي بغينا نجيو عندك في الصيف ودينا شي هضمه، والله العظيم زعما صراحه وهاد الليله العظيمه عند الله، الا جيو مرحبا بكم وغديكم شي هضمه وندور بكم، غير جيو مرحبا بكم. هانتوما غنبقى نتيو في اتاي تبارك الله، هانتوما راه بدا كياخد اللون، لاحظتو الفرق ما بين الكاس الاول والكاس دابا، هانتوما الفرق حتى من البراد. اليوم غنشحفكم بدا شر على الناس ديال الصحراء، كيبقاو على اتاي كنت كنمشي عندهم كنبقي نشحفوني علاش كيعطو داك الكاس تاع اتاي، ولكن راه ملي كيعطوك الكاس تاع اتاي راه كيعطوك المعنى.
الا كان ضارك راسك ولا دايخ عليك راسك كيقولوا راه رجع للمجاج، والله العظيم لك رجع للمجاج. هانتوما ها هو الاتاي كبير صراحه كيجي كاس رائع. مازال غنعاود نرجعو الاتاي، غنشحفو عاش غنشربو اليوم انا وياكم. هانتوما عايش في البراد ان شاء الله. من بعد ما تينا اتاي وخلعت عطينا الخاطر ديالو، هاد اتاي ديال الخاطر ماشي ديال الزربه ديال وليدي. حنا راك عندنا بنياتنا كنفيقوا الصباح كنزربوا عليهم ولا في العشيه قوتي، وهذا هذا اتاي ديال العقل. كنتمنى من الله تجربوه بهذه الطريقه. هذا هو اتاي ديالنا، شوفوا هاد اتاي كنهديه كاع المتبعات ديالي كاملين، الجدادات والقدامات والناس اللي جاو عندي من طرف اختنا المباركات، كلهم كنهدي لكم هاد الاتاي الصحراوي المغربي اللي معمره بالعلك وزعفره البحر. ونقول لكم مرحبا بكم لهاد الحليوات ديالنا، وهذا مكان. وغادي صراحه غنسبق الاحداث وغنقول لكم عواش مبروكه وعيد مبارك سعيد. ان شاء الله غنشارك معكم الطبيله تاع العيد، وغنشارك معكم الوصفات الاقتصاديه تقدروا تستعنوا بها في الطبله ديال العيد، تفرحوا بها وليداتكم وعائلاتكم. هادشي اللي غادي نقول لكم، ما سخيتش بكم وراكم عزاز صراحه. عزاز علاش؟ عزاز بالمحبه اللي حبيتوني، وعزاز زعما صراحه فاش الفيديو اللي كنت لحقت وكنت مريضه كلشي سول فيا. والله الا زعما احساس زوين ان كلشي كيسول فيك، يعني حب ماشي ساهل صراحه. حب اللي ما كيف قلتها وكنعاودها، حب اللي ما كيتشريها ولا بفلوس لا بتا شي حاجه، يعني حب اللي من عند الله سبحانه وتعالى. انا ما كنعرفكم شخصيا وما كتعرفوني شخصيا، اللي كيعرفنا هو التواصل ديال ديك القناه فقط، هو اللي خلاكم انكم تبغوني، وتا انا كنبغيكم. ومن هذا المنبر ومن هذا الدار ديالي ومن القعر ديال الدار ديالي كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، مرحبا والف مرحبا. وهذا الشيء اللي كاين، والسلام عليكم.